سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، انتهينا في الليلة الماضية من سورة الانشقاق، نبدأ هذه الليلة بسورة البروج. سورة البروج عندي صحيفة 590، ما أدري بعد نفس الصفحة، صحيفة 590 سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي، هاي أوصلها الذي، أوصلها بالحميد، إلا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وصلوا على محمد وآل محمد. هذه الواوات مثل والسماء واليوم الموعود وشاهد، هذه الواوات كلها واو القسم، كما أنك تقول والله. إذن والسماء ذات ذات البروج، يعني الله تعالى يقسم بالسماء ذات البروج، ويقسم باليوم الموعود، ويقسم بشاهد ومشهود، ثم بعد ذلك يقول قتل أصحاب الأخدود. أولا أن نريد أن نعرف والسماء ذات البروج، ما معنى البروج؟ اختلف المفسرون على معنى البروج. التفاسير القديمة مثل مجمع البيان وغيرها ذكروا ما يذكره أهل المنجمين، أن السماء لها بروج، كل شهر عندهم يكون الشمس تكون في برج من البروج، 12 برج، وهذه الأسماء أنا أقول محافظة، منها مثلا الدلو، عفوا الحمل والميزان والسرطان والدلو وبقية العقرب أفتكر، هذني 12 برجا، ولو أن ما دارس هندسة ولا دارس علم النجوم، لكن أنقل لكم ما ينقله المفسرون الكتب التفسير اللي قرأتها. يقول أن طبعا السابق كانوا يقولون الشمس في حركة، المنجمين السابقين، الآن ثبت العلم أن لا، أرضنا في حركة. أرضنا لما في حركة، أنت بالليل لما تنام على السطح وما لازم عندك مثلا مكبرة أو تلسكوب، لا، بعينك إذا عينك زينة سليمة تقدر تشوف مجموعة نجوم قدامك. هاي المجاميع المنجمين علماء الفلك كل مجموعة منها مصوريها بصورة، مجموعة من النجوم يقولون شكل الحمل يعني ولد الغنم طفل الغنم
يسمونه حمل، مجموعة منها شكل الميزان، مجموعة منها شكل الثور، مجموعة منها شكل العقرب. كل شهر بالليل لما تمد عينك إلى السماء تشوف هاي النجم مال حمل في الدرج، شهر بعده تشوف مجموعة نجوم مثل ميزان، شهر بعده كما أن السنة 12 شهر هذه البروج أيضا 12 برج. وهذه المفسرين أو نعم مفسرين السنة والشيعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما يقسم بهذه السورة والسماء ذات البروج ها يريد ينبهنا على عظمة قدرته، أن النجوم من الذي خلقها، من الذي خلقها، ومن الذي دبرها، ومن الذي يديرها. طبعا إذا أنت بعد دخلت علم النجوم علم الفلك بعد هنالك اكتشافات أكثر واختراعات أكثر. هذا رأي المفسرين، معظم المفسرين. ولكن العلامة الطبائي رضوان الله عليه صاحب كتاب تفسير الميزان يقول لا، هذا التفسير مو صحيح، لأن كلمة البرج كل بناية عالية عالية حتى الآن حتى بزماننا البنايات العالية شو يسموها؟ يسموها برج. السماء أيضا فيها بنايات عالية، أبراج، مرة تجمع على أبراج ومرة تجمع على شنو؟ برج. زين، الله سبحانه وتعالى يقول هذه البروج هي مساكن للملائكة. الملائكة هذول وظيفتهم طرد الشياطين. أكو ملائكة مسلحين يتخذون من هاي السماوات مكانات خاصة، إذا أجوا الشياطين يصعدون ينزلون يرموهم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، شيطان رجيم. رجيم يرجمون يعني يرمون. فالسيد الطباطبائي أصلا هاي الكلمات اللي تسوقت لك حمل وميزان وفلان أصلا هذول ما يقبل، يقول ما إلى معنى، وإنما الله تعالى يحلم بالسماء أن فيها بروج. هذه البروج أماكن مرتفعة وعالية وهي مراصد لملائكة مسلحين. هالملائكة المسلحين وظيفتهم ضرب الشياطين، رجم الشياطين. والله تعالى ذكر كلمة البروج في عدة أماكن، منها هذه الآية، حتى السورة صارت باسمها سورة البروج والسماء ذات البروج. يعني الله يقسم بالسماء التي فيها بروج، أماكن عالية عالية جدا. هاي الأماكن العالية مساكن للملائكة المسلحين لوظيفتهم رجم الشياطين، طرد الشياطين. هذا رأي العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان. زين، أيضا في مكان ولقد خلقنا السماء نعم وزيناها ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بعدين دليل على كلام العلماء يقول وجعلناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. يعني هذه البروج معناته تحفظ السماوات من كل شيطان رجيم. كلمة الرجيم يعني مرمي، قالت اخرج منها فإنك رجيم. الله قال لإبليس في مكان ثالث يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا نعم وجعل فيها قمرا منيرا وجعل فيها شمسا وقمرا منيرا. أول ذكر البروج بعدين القمر، يقول الله يحلف بهذه البروج
يحلف بهذه البروج لما فيها من أهمية، والله يريد يبين قدرته أن الله مغافل عن تصرفات الشياطين. الله تعالى جعل في السماوات أماكن خاصة، معسكرات، مثل ما بالأرض أكو نقاط تفتيش، نقاط تفتيش يفتشون إذا واحد عنده سلاح، إذا واحد عنده سيارة مفخخة، إذا عنده كذا، ولو أن تفتيش الأراضي هذا ناقص، لكن تفتيش السماوات مو ناقص، ضابط. ها نعم. ولذلك المهربين يقدرون يعبرون من يطون كم دينار كم دولار يعبرون، بس بالسماوات الدولارات ما تمشي. الله شغله مضبوط، عنده بروج، يعني اماكن نقاط سيطره، السيطره تفتش عن الشياطين تضربهم. اي نعم. في مكان اخر يقول عز وجل: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج يعني بنايات العالية، البنايات والبيوت والأقفال والأبواب ما تمنع إسرائيل. كلما كانت عماراتنا أقوى وأبوابها حديد، إسرائيل ما يدير بها، يفتح الأبواب ويخش علينا ويأخذ روحنا. زين. والسماء ذات البروج، هذا معنى البروج اللي ذكرنا. واليوم الموعود، الله يحلف باليوم الموعود. اسالكم قبل ما انا افسره اخواني، اليوم الموعود اي يوم هذا؟ ها يوم القيامة. ليش الله سماه موعود؟ ليش سماه موعود؟ لان الله وعد بعد. الله تعالى وعد أن يجيب لنا يوم القيامة. إذن فاليوم القيامة يوم وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وراها شنو عندكم؟ وشاهد ومشهود. سبحان الله. يقول العلامة الطبطبائي، يقول وشاهد ومشهود، المفسرين اختلفوا فيه على 30 معنى. كل مفسر مثلا على سبيل المثال، منهم من قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، منهم من قال يوم الجمعة، منهم من قال، وأقول لك هالشكل. كل واحد من المفسرين ذكر للشاهد والمشهود معنى. الآن إحنا ما يخصنا من أقوالهم 30 قول. رواية وردت عن الإمام العسكري صلوات الله عليه، الإمام الحسن المجتبى، الحسن بن علي بن أمير المؤمنين، هاي رواية مضبوطة عنه. سأله سائل: وشاهد ومشهود، من الشاهد من المشهود؟ فكر كمي تريد جواب الإمام الحسن؟ الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال: أما الشاهد فرسول الله. قال: بأي دليل؟ قال: الله يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك، شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأما المشهود قال: يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذن الله يقسم بالشاهد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وباليوم المشهود مرة أخرى يوم القيامة. يوم القيامة الله عدة مرات يحلف به بألفاظ متعددة بتعبيرات مختلفة، لأنه يوم عظيم عظيم. زين. لعلك تسأل: رسول الله اسمه شاهد، يعني شنو؟ شنو يشهد؟ ها، اولا الله سبحانه وتعالى قال: يوم ناتي من كل امه شنو؟ بشهيد، وجئنا بك. بك يعني منو؟ نبينا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
إذن رسول الله شاهد، وكل نبي. موسى بن عمران شاهد على أمته، عيسى بن مريم شاهد على أمته، نوح شاهد على أمته، زين، وهذول الشهود شاهد وشهيد. الشاهد أو الشهيد إلى مرحلتين في الجمي: مرحلة تحمل الشهادة ومرحلة أداء الشهادة. تعرفون فرق ما بينهما؟ أنت إذا فد يوم مثلا شفت بعينك أن فدان راح واحد بالسيارة ضرب له فد واحد كسره، شفت بعينك، فإذا شفت بعينك فقد تحملت الشهادة، تمام؟ وإذا صارت محكمة والقاضي طلبك أنك تجي للمحكمة وتؤدي ما شهدت ما شهدته، فهاي المرحلة مرحلة أداء الشهادة. عرفتوا؟ الشاهد إلى يومين: يوم تحمل الشهادة، يوم أداء الشهادة. الله سبحانه وتعالى ينقل عن لسان عيسى بن مريم، يقول الله سبحانه وتعالى في محاورة بين الله وبين عيسى، يقول: نعم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت شهيد عليهم. الله سبحانه وتعالى شاهد على كل إحنا، شاهد يؤدي مرحلتين، مرحلتين. أولا الآن أنا وأنتوا قاعدين هنا، اللي يصلي واللي يقرأ واللي يدعو والكذا الله يشاهدنا، فهو شاهد يرانا، يشاهدنا. يوم القيامة هم الله نفس الشهادة يؤديها، يقول: أنا شاهدتك. إذا صدر منا طاعة أو معصية أو عبادة أو سرقة، أول شهيد الله. بعدين يقول: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله يعني شنو؟ يعني الله إذا شهد بعد أخو حاجة إلى شهادة خيره؟ ماكو حاجة، في شهادة الله كفاية. لكن مع أنه كفاية، الله جعل الأنبياء شهود، وجعل هاي الأرض، الأرض اللي أنا وأنت جالسين عليها، الأرض تشهد، هاي السورية تشهد، هذا الطابوق وهذا المرمر اللي قاعدين عليه يشهد. بعد أقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيدينا تشهد، وتشهد أرجلهم، أرجلنا تشهد، أيدينا تشهد، جلودنا تشهد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شاهد ورا شاهد ورا شاهد. ليش الشهود؟ حتى أنا بعد لا أنكر، لا أقول أنا ما سويت، لا سويت. إيدك تشهد لك، تشهد عليك، رجلك تشهد، جلدك يشهد، الأرض تشهد، كله يشهد. شلون نقدر ننكر؟ هنا من السهولة بالدنيا نقدر ننكر، لكن بالدنيا بالآخرة ما نقدر ننكر. وأسأل الله أن يرحمنا ذاك اليوم. وشاهد ومشهود، هذه ثلاثة أقسام، قسم بعد قسم بعد قسم. يقول: قتل أصحاب الأخدود. الأخدود شنو؟ وأصحاب الأخدود منهم. أيضا خلاف بين المفسرين بين أصحاب الأخدود، أخذ ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه هذا كان عربيا، والرأي الثاني كان عجبيا، والرأي الثالث كان حبشيا. أما العربي ذو نؤاس كان اسمه ذو نؤاس، هذا حاكم اليمن،
حكم اليمن، استولى على بلاد اليمن، واليمن عرب تدري طبعا. هذا اجت وسائل اعتنق مذهب اليهودية، صار يهودي، وجماعة ممن حوله من العرب اليهوديين، هذول قالوا له أخو في نجران جماعة، هذول النصارى، هذول النصارى أهل المباهلة اللي إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له خلي نروح لهم حتى ندعوهم إلى اليهودية. فتحرك هو وجيشه وعسكره جماعته من اليمن، شمال اليمن، راح إلى نجران. نجران الآن موجودة في غرب الجزيرة العربية، جنوب مكة، شمال المدينة، بين مكة والمدينة واليمن. راح لهناك جماعهم، قال يا جماعة النصارى تعالوا أنا أدعوكم إلى دين اليهودية. قالوا لا، الآن هذا قبل الإسلام طبعا، قبل الإسلام الشريعة والديانة معترف بها عند الله من هي؟ عيسى بن مريم. فرجعوا على دين الحق، شريعة الإلهية. قالوا لا، احنا شريعتنا شريعة عيسى بن مريم، والديانة اليهودية انقضت بعد بمجيء عيسى، الديانة اليهودية نسخت. قال لا، كلما أصر عليهم هم استمروا، فأمر أن يخدوا أخدود، يعني حفرة طويلة يسموها شنو؟ أخدود. فملأوها من النار والحطب، ملأوها من النار والحطب. بعدين كل من يقبل ديانتنا اليهودية مرتاح، واللي ما يقبل يرمي نفسه بالنار. فجعلوا 20,000 واحد دباهم بالنار. حتى اجت امرأة شايلة طفل ابو شهر، شايلة بحضنها، اجت حتى ترمي نفسها، شافت النار خافت. الله تعالى انطق طفلها مثل ما انطق عيسى وهو بالمهد الصبي. هذا الصبي قام يقول الأمة يما لا تخافين، هذا في سبيل الله، ارمي نفسك وارميني وياك. رمت المرأة ورمت طفلها وأحرقهم بالنار اللي الله سبحانه وتعالى يقول قتل أصحاب الأخدود. أما كلمة قتل هل هو إخبار أم إنشاء؟ بعض المفسرين قالوا إخبار، يعني أصحاب الأخدود هم المؤمنون الذين أحرقوا بالنار. وطبعا واحد لما يحرق ينقتل، تمام. قتل أصحاب الأخدود، يعني هذا الملك اليهودي قتلهم بيش؟ بالنار قتلهم. والذين قالوا لا، كلمة قتل أصحاب الأخدود هم القاتلون لن نقتلهم. إذن كلمة قتل دعاء الله يدعي عليهم، مثل ما يقول قتل الإنسان وما أكبره، كما يقول عن المغيرة بن الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل. هذا دعاء الله يدعي عليه. قتل يعني لعنة، ملعون. قتل أصحاب الأخدود يعني أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، هذول ملعونين الله يلعنهم. بعدين يقول أخدود، تفسير شنو ما معنى الآية وراها؟ إذا عندك قرآن عايم بالقرآن، شنو تفسيره؟ النار ذات الوقود. وقود يعني شنو معنى الوقود؟ الحطب يعني. الآن
الآن أنتوا بالمطبخ لما تطبخون أكل على شنو تطبخون؟ ها؟ على الغاز. إذن الوقود مالكم شنو؟ غاز. وقود السيارة شنو؟ بنزين. تمام؟ إذن الوقود على أشياء. سابقا سماور كانوا يشعلون السماور. من منكم يذكر زمن السماور؟ تذكرون زمن السماور؟ شاي مال السماور شاربينه؟ ها؟ بالفحم. بالفحم. المنق اللي كانوا ايام احنا ما كان عندنا صوبات ولا كهرباء. بالشتاء شو نسوي؟ نجيب لنا منقله متروسه شنو؟ فحم. الفحم كان وقود. الحطب وقود. البنزين وقود. الغاز وقود. لكن هذا الوقود حطب. لان هذا الملك اليهودي لا كان عنده بنزين ولا عنده بترول. عنده حطب. يقول النار ذات الوقود المملوء من الحطب. ابراهيم الخليل بشنو النار اللي سووا لها شنو كانت؟ حطب كانت. نعم. اللي الله جعلها بردا وسلاما. زين. عين وياي القران. عين وياي. اقرا وياي بس على كبر. يقول قتل اصحاب الاخدود. بعدين يفسر الاخدود. يقول الاخدود النار ذات الحطب يعني. ها؟ وهم على اذ هم عليها قعود. هم من هم هم؟ هم القتلة. يعني هذا الملك اليهودي والشرطة ماله والجيش ماله قعدوا على النار وقاموا يرمون المؤمنين بالنار وهم يتفرجون يضحكون يقولون احنا حرقنا المؤمنين. نعم. يقول عز وجل إذ هم عليها قعود وهم هذول الكفرة القاتلين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشاهدون يعني يشاهد ويضحك ويتفرج. زين. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بعدين يبين الذنب مالهم بأي ذنب؟ ايش نقموا عليهم؟ يقول وما نقموا منهم إلا شنو؟ إلا أن يؤمنوا بالله. يعني العيب الذنب الكبير مالهم أنهم آمنوا بالله تعالى. وتذكرون أيام القمع البعثي أيام صدام إيش قد قتل من الشباب؟ إيش قد أعدم منهم؟ يعني الشباب إذا راحوا للمسجد صلوا جماعة هذا يسبب لهم إعدام. ليش صليت؟ اللي يصلي إعدام. نعم. ورئيسهم صدام. رئيس أصحاب الأخدود صدام. وما نقموا منهم يعني وما وجدوا لهم ذنبا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهاي الثلاث صفة. الأولى عزيز. خلي بالك إذا نريد هذه الكلمات ندقق بها. الصفة الأولى رقم واحد عزيز. الصفة الثانية شنو عندكم؟ حميد. الصفة الثالثة الذي له ملك السماوات والأرض. الصفة الرابعة والله على كل شيئين شهيد. هاي أربعة. أولا عزيز. الله عزيز. العزيز يعني هو الغالب الذي لا يغلب. أكو أحد يقدر يغلب الله؟ ها؟ إذن فالله عزيز. الله عزيز غالب قوي لا يغلبه أحد ولا يقدر عليه أحد. عزيز بهالمعنى. حميد شنو معنى؟
حميد الله سبحانه وتعالى يحمد على كل نعمه وعلى كل فضله. احنا نحمد الله على انه خلقنا، رزقنا، اكرمنا، اعطينا السمع والبصر، اعطينا الايمان، اعطينا الخبز واللحم، اعطينا الهواء اللي نتنفسه، المي اللي نشربه، الخبز اللي ناكله، اليدين والرجلين كل. اذن الله مو حميد؟ حميد يعني شنو؟ يعني محمود حمده على نعمه وعلى كل فضله. هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة شنو؟ الذي له ملك السماوات والأرض. السماوات من يملكها؟ أمريكا تملكها؟ من يملك السماوات؟ هاي الشمس والقمر والنجوم والمجرات والكواكب، مالت من؟ ملك من؟ ملك الله. الأرض من يملكها؟ هو المالك، هو الخالق، هو المدبر. نعم. بعدين والله على كل شيء شهيد. الآن هل قعدتي أنا وياك هنا، هل هو شيء أو لا شيء؟ إذن الله شهيد علينا. لما نروح للبيت نتعشى، ننام، نعبد الله أو نعصي الله، هل هو شيء أو لا؟ المذنب لما يعصي الله عصيانه شيء أو لا؟ العابد لما يعبد الله عبادته شيء أو لا؟ إذن هاي الآية تشمله، والله على كل شيء، على كل شيء، كل عمل صغير وكبير الله شهيد يشوفه شوف. والله على كل شيء شهيد. بعدين يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوهم يعني شنو؟ يعني عذبوهم حتى يرجعون من دينهم، وهو هذا الملك اليهودي أو الملك الحبشي أو الملك الأعجمي. قلتك ثلاثة فاسرهم: حبشي، عجمي، عربي، يهودي. فتنوهم يعني عذبوهم حتى يرجعون من دينهم. هذول الذين فتنوهم عذبوا المؤمنين والمؤمنات، بعدين ما تابوا، ما تابوا، أصروا على تعذيب، أصروا على التعذيب. هذول شنو جزاؤهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. بعد ويا جهنم شنو؟ ولهم عذاب الحريق. زين، السائل يسأل يقول شنو جهنم؟ شنو بها؟ ما بها حريق؟ ليش الله يكرر الحريق؟ يقول هم جهنم هم حريق. الجواب الجهنم مو بس حريق، ويا الحريق عقارب بها، حياة بها، مقامع، ولهم مقامع من حديد بها. إذن جهنم أبرز أنواع العذاب في جهنم الحريق، ويا الحريق أفو عقال، ويا الحريق أفو حيات، ويا الحريق أفو سلاسل. إن لدينا أنكالا، أنكال يعني شنو؟ سلاسل. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن جهنم مو بس حريق. حبيبي استجير بالله، استعذ بالله من جهنم، من عذابها، من حريقها، من سلاسلها، من حديدها، من عقاربها، من حياتها. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعدين إن الذين آمنوا، خلي على باكر: نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين،
يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فك رقابنا من عذاب جهنم يا الله. إلهنا اجعلنا من أهل الجنة. إلهنا بحق الحسين العزيز اشف مرضانا وداو جرحانا. إخواني وأخواتي قوموا على أقدامكم، ارفعوا أصواتكم عالية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلاة.